يعني دي شويه ليها وضع خاص مختلف عن حبوب الظهر. طبعا انا دي ما تعتبرش حب شباب. خلي بالك انا يا جماعه كنت معتقده ان دي امتداد لحبوب الظهر. لا ده تراكم بكتيري. تراكم بكتيري ان المكان ده مش هقولك قله نظافه، لا لا ملوش علاقه بالنظافه خالص. المكان ده بيحصل عليه تراكم بكتيري. يعني دكتور ساره عشان تسهل عليك وتعرفوا منين اذا كان ده حب شباب ولا حاجه اللي هي الحبوب اللي بسبب فطر. حب الشباب بيبقى في ممكن في الخدود في الدقن، لكن المتهيألي اللي هو الفطري ده بيبقى في الجبهه، في الجبهه اكتر والاماكن اللي هي حوالين الوجه وفي الشن. وشكله بيختلف، يعني ده بيبقى حجمه كبير لونه احمر، التاني بيبقى زي راس الدبوس كده صغنن 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 جنب بعضه كده. مظبوط مظبوط. طيب ده نعالجه ازاي وده نعالجه ازاي؟ تفرق بقى هنا اللي تفرق. احنا كده كده لازم نستخدم غسول البشره الدهنيه في كل الاحوال. غسول طبي مش الغسولات اللي هي لا طبي، بلاش الحاجات الاوفر ذا كاونتر، لا غسول طبي. اقول ايوه دكتوره لسه هقول لها بقى روشته سريعه كده يا دكتور بقى ودلعي المتابعين. بصي احسن حاجات موجوده في الماركت دلوقتي الديرمينم كلينزر، لطيف قوي قوي اللي وريته لكم في الستوري عشان اللي متابعني على ستوري اليوتيوب وريته لكم، وبرده هخليكم مش بينشف يعني. انت اهم حاجه احنا مشكلتنا مع البشره الدهنيه حاجه واحده بس، تديها غسول تقول لك لا ده بينشف بشرتي. فانت محتاجه حاجه ما بتنشفش. ايوه ديرمينم كلينزر ده، وانا وريته لكم في المنتجات بتاعتي، لسه عامله فيديو عن المنتجات. هو فعلا مش بينشف، انا بستخدمه بقالي هو شهرين مش بينشف وبينظف البشره جدا. طيب لو مثلا هو 200 جنيه، 200 ما هو 200 مللي 200 طيب جنيه. لو الدنيا مزنقه معانا شويه ايوه ما خلصت ومعيش فلوس اجيب واحنا إيه؟ اخر الشهر اكني فيرا سوب، لطيفه فيرا سوب اكني فيرا سوب لطيفه قوي ب 20-25 جنيه. بس دي صابونه، ممكن استخدم صابونه على وشي، صابونه للبشره الدهنيه لطيفه ومش بتضايق خالص. خلاص طيب في برضو الاكني فيت كلينزر، لطيف برضو مش بينشف قوي ولا بيضايق. اوكي هحاول ادور على صورهم طبعا وانزل لكم الصور هنبعتها ابعتها لها. طيب اوكي انا كمان هدور على الصور وانزل لكم الصور على طول. طيب ايه تاني؟ حاجات بقى سبوت تريتمنت. سبوت تريتمنت بنحطها على الحبايه. كل الناس باختلاف، احنا عندنا الحب الشباب مايلد وموديريت وسيفير، بسيط متوسط وسيفير يعني كلهم لازم يستخدموا الغسول. طب احنا كده قلنا الغسول، قبل ما ننام بقى بنحط عليه ايه؟ بسبوت تريتمنت بقى على حسب. بصي انا السبوت تريتمنت مش هقدر اقول مش هينفع من ممكن تسبب ضرر تختلف من حد لحد. انا عايزه اقول لكم فعلا انا لما جبت لها بنتي ندى كتبت لها هي حاجه اللي هو مش فاكره اسمه، وكتبت لي انا اللي هي حاجه ايه باجلو. ليه؟ بشرتها مختلفه عن بشره دي. دي ممكن نقطة صغيرة تسبب لها حساسية. أنا استخدمت بقى اتفلحصت واستخدمت بتاع ندى بوظ لي وشي ورحت كاتبة لها قالت لي أنا كاتبة ندى مش كاتباهولك. بالظبط. ليه؟ لأن اللي يناسب معاكي ما يناسبش معاها، ما يناسبش مع بنت خالتك، ما يناسبش مع صاحبتك. يعني ندى كتبت لها سيبا كلير، أديني افتكرت سيبا كلير، أنا إيبا جلو جاب معايا نتيجة حلوة جدا. الجلد بيختلف من بشرة إلى أخرى. فده أنا مش هقدر أقوله لأن ده يعتبر علاج. السيفير بقى المتوسط لازم ناخد معاه مضاد حيوي. احنا كل ده بنتكلم عنه علاج حب الشباب، لازم نعالج داخليا مضاد حيوي عشان الالتهاب اللي بيبقى مصاحب، سواء في انواع كتير برضو ده لازم طبيب اللي يكتبها لان ممكن تسبب حساسيه. طب انا هقول لك بقى ساعات الحبايه زي مثلا الحبايه اللي طلعت لي دي انا طالعه بقى يومين حطيت لها امبارح في يوسي ديرم جاب معايا نتيجه حلوه. كويس ده مضاد حيوي ده امن جدا ومفيش فيه اي ضرر، سواء الفيوسيدين فيوسيديرم جرامايسين ده ما فيهمش اي ضرر، بس مش فيوسيكورت. فيوسيكورت فيه كورتيزون، نسبه الكورتيزون اللي فيه مش بسيطه قوي ومش كبيره قوي ولكن برضو ليها ضرر. انا عايزه اقول لكم قصه على الفيوسيكورت ده. انا اول ما اتخرجت كنت بتدرب مع استاذي وهو كان نرفز سنه صغننه. المهم اللي حصل ان واحده جت قالت له انا بستخدم الكريم ده، انا ما كنتش واقفه ساعتها، انا دخلت على الزعيم، انا بستخدم الكريم ده بقالي 3 شهور خلاص
رمى الكريم في وشها وزعق لها من هنا لبعد بكره ان حرام عليك اللي انت عملتيه في وشك، لان بشرتها رقت، لسه كنت هقول الجلد رق جدا، ابتدى يحصل اوعيه دمويه تبان، عروق تبان، وحرام يا ربي. هي كانت اموره قوي بس وشها اتدمر وحبوب زايده زادت، لان طبعا الفيسكوت ليه نقدر نستخدمه بس بطريقه معينه ولا تزيد عن 3 الى 5 ايام فقط باستشاره طبيب. ارجوكم يعني شيروا الفيديو ده عشان المقطع ده بالذات. الفيوسي كورد يعني يا بنات بيستخدم 3 ايام بس وعلى مكان محدود في ظرف معين، يعني احنا بنحطه مثلا ساعه التقشير عشان ما يعملناش التهاب. 3 ايام فقط. يعني انا بستخدمه يومين او 3 بس، يعني بجد بجد. شوفوا قلت لكم ايه، البنت كانت جميله واموره عشان استخدمت كريم غلط، ممكن حد قاله لها. الكورتيزون بيرقق الجلد، يعني بيخلي الجلد ورقه، فالاوعيه الدمويه بتاعه الوش بتبان، فانا بدمر بشرتي، فهو فعلا الفيوسي كورتي ده مشكله. لكن خلاص الدكتوره بقى تكتب لي كل حاجاتي واحاول ايه اكتبها لكم تحت. طب ننزل بقى على الحبوب بتاعه الجسم. احنا قلنا حب الشباب بيجي في الوش، في الصدر، في الظهر والكتاف، يعني نفس الحاجات اللي بدهنها على الوش ادهنها على صدري وظهري وكتافي. وكمان لو بناخد مضاد حيوي كده كده هيأثر، لو بناخد السيستميك روتينويدز كده كده بيأثر على الجسم. السكرابز بتعمل مشكله في الحبوب دي في بعض الناس؟ بلاش السكر الله يخليكم في الجسم، بلاش القهوه في الجسم لو حد فيه حبوب، لان ده بيهيج الحبوب انها تطلع بزياده وتلتهب بزياده وبالتالي بتعلم بزياده. طب بالنسبه بقى للناس اللي متابعينا من اللي هو ثقافتهم كل اسبوعين بنعمل حمام مغربي، بلاش لو عندك يعني حبوب في الجسم لا. يعني الحمام المغربي حتى لو عملناه نبعد بقى عن منطقه الصدر والظهر والكتاف عشان هيزود التهيج اللي فيها والالتهاب اللي فيها. حبوب الجسم هي حبوب المؤخره، عشان في حد كذا حد بعت لي يا ياسمين اتكلمي على حبوب هي المؤخره. طيب خلينا دي نعملها في مقطع لوحده، ما خلاص لان دي الكلام عليها كتير. اوكي هنتكلم يا دكتور بقى نكمل على حبوب المؤخره. حبوب المؤخره ليها اسباب كتيره قوي، منها بكتيريا، منها الناس اللي عندها اوريدي تراكم بكتيري على الجلد ده بيحصل عندها. انا بحب اعمل ايه كطبيب، انا بحب اقولها سيبيها تملى، وناخد مسحه من الصديد اللي طالع في حبوب المؤخره، لان حبوب المؤخره بتبقى كبيره. يعني هل هي بتبقى حبوب اصلا؟ يعني هي بصراحه عمرها ما كانت عندي فانا مش قادره يعني اتكلم عليها. ساعات زي الخراريج كده، ساعات بتيجي. احنا بنتكلم على المنطقه الخارجيه بتبقى من القعده كتير، ساعات بتبقى من الجينز، ساعات بتبقى من العرق، ساعات بتبقى من السنساتك بتاع الاندرويرز، ساعات بتكون شوفوا بتتلكك عشان تطلع. يعني دي شويه ليها وضع خاص مختلف عن حبوب الظهر. طبعا انا دي ما تعتبرش حب شباب. خلي بالك انا يا جماعه كنت معتقده ان دي امتداد لحبوب الظهر. لا ده تراكم بكتيري. تراكم بكتيري، ان المكان ده مش هقول لك قله نظافه، لا ملوش علاقه بالنظافه خالص. المكان ده بيحصل عليه تراكم بكتيري فبيحصل الخراريج دي. بنعمل ايه؟ بناخد منها مسحه نشوف ايه نوع البكتيريا دي وندي مضاد حيوي ليها لدي بالذات. يعني هي شبه كده، عارفين لما يجي لنا حاجه في الزور ويقول لازم نعمل تحليل عشان نعرف نوع البكتيريا ايه ونديها المضاد الحيوي اللي خاصه بيها. يعني هي بتبقى شبه كده بقى رؤوس بيضه او زي الدمامل. رؤوس بيضه، دمامل كبيره، خراريج كبيره. يعني وشوفوا الدكتوره قالت ايه من ضمن الاسباب اللي قالتها، الاندر وير اللي قلنا مش قطن، قلنا البوليستر اللي بيعمل حساسيه والتهابات وكده. يعني هي دي لازم ناخد منها مسحه ونحللها وبعد كده مسحه للماده اللي طلعت، ماسكه الماده عشان نعرف البكتيريا. بصراحه دي مش مؤلمه خالص. ده هي الحاجه اللي بتطلع بنعمل كده، عارفه عارفين سلكات الودان؟ الماركه دي اهي اسمها سيما، الماركه الثانيه اسمها الدباغ. المنطقه اللي تحت دي كده اهو زي الفوطه، فدي بتحمي جدا وتحسي ان انت ايه ناشفه خالص. بالنسبه بقى ايه للبنات اللي سالتني طب ايه انواع الاندر وير القطن الثانيه، يبقى احنا عندنا الماركه دي سيما والدباغ، دول من العتبه والموسكي وعند كل الناس اللي بتبيع
الحاجات دي. برضو عندنا شارمن 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 وجل، بس انا اعتراضي على شارمن وجل انها بعد فتره الاساتك اللي فيها بتريح. طيب ايه نوعيه حاجه تاني زي ايه؟ زي بصوا يا بنات دايس، ادي اهي الماركه يا رب تكون واضحه بالنسبه لكم اهي دايس. دايس برضو دي حلوه وشكلها شيك جدا، سواء الهاي او الـ او الـ او الـ او الـ او الـ او الـ البيكيني. دايس دي كل الحاجات دي بص انا كنت جايباها من هايبر، ودايس ليها فروع زيها زي جل وشارمن وكده. برضو اللي زي دايس كده حلوه وتحفه والاستيك بتاعها جميل وديزايناتها في منتهى الجمال، في ماركه اسمها مارك اند سبنسر. مارك اند سبنسر برضو الاثنين حلوين، يعني دايس ومارك اند سبنسر ده يا رب اكون بنطقها صح بس كويسه. طب ايه الماركه اللي نازله جديده في السوق ويعني مكتسحه؟ وبصوا انا جايباها من هايبر، ايكون. بصوا ايكون ادي هي، انا هحاول اقربها لكم. ايكون دي انا لسه جايباها الاسبوع اللي فات من هايبر، كان عرض الثلاثه مع بعض ب 75 جنيه. تحفه تحفه الماركه دي بقى لكل العرايس وكل البنات اللي بتجهز الماركه دي، ملايات فوط بشاكير شورتات استريتشات فانيلات حريمي رجالي شبابي اولادي. الماركه دي نازله باكتساح كده وقطن وتحفه، وجبت منها حاجات كتير جدا في ايكون دي، يعني لقيت في هايبر اجانب واقفين بيسالوا على ايكون دي. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا في كل حاجه، يا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبه لكم. ارجوكم ارجوكم اعملوا شير للفيديو ولايك حلوه، في بنات يعني بتتفرج على الفيديو كده وتمشي من غير ما تعمل لايك. طب اعملي واجب مع قالت لك الكلمتين الحلوين دول، وشكرا ليكم جدا.